قد لا يعرف بعض الأشخاص سبب الألم الذي يشعرون به في منطقة الظهر، إذ يمكن الخلط بين آلام الكلى وآلام العمود الفقري في الظهر، فكيف يمكن التمييز بينهما؟ قد يكون من الصعب للغاية التعرف على الفرق بين الألم في ظهرك والألم بسبب كليتيك، لكن في الحقيقة يكمن الاختلاف الواضح في تفاصيل الألم ومكان هذا الألم، وفي هذه الحالة ستتمكن بسهولة من التمييز بين ألم الكلى وألم الظهر. إذا شعرت بألم في أسفل ظهرك ومؤخرتك، فمن المرجح أن هذه المناطق سببها تعرضك لإصابة في عضلات ظهرك وليس في الكلية، على عكس ألم الكلى الذي لا ينتشر بهذه المنطقة ولا بهذه الطريقة. إذا كنت تعاني من ألم في البطن فقط بدون وجود ألم في الظهر، فمن المحتمل أن هذا الألم غير مرتبط بالكلى. أما إذا كان ألم البطن يرافقه ألم أسفل الظهر، فيرجع سببه إلى آلام الكلى. لا تنسى أن تحدد ما إذا كان الألم مستمر أم لا. في معظم الحالات يكون ألم الكلى مستمر، قد يقل أحياناً أو يزيد طوال اليوم، ولكنه لا يزول تماماً. أما ألم الظهر يختفي تماماً في وقت ما ثم يعود لاحقاً. حدد ما إذا كنت تشعر بالألم في جانب واحد فقط في أسفل ظهرك، وهذا الألم يكون مرده ألم في الكلى. أحد الطرق لاكتشاف الفرق بين آلام الظهر وآلام الكلى هو أن تتذكر ما إذا كنت قد قمت بمجهود مؤخراً كرفع أشياء ثقيلة أو انحنيت لفترة طويلة قد سببت لك ألماً في الظهر هذا. انتبه إلى مشاكل التبول، فغالباً ما تظهر عدوى الجهاز البولي والمشاكل الأخرى المرتبطة بالكلى أثناء التبول، لأن الكلى جزء لا يتجزأ من المسالك البولية.